السلام عليكم. الحلقة الماضية تعرفنا مع بعض على الانفينيتي QX80، شفنا الشكل الخارجي الداخلي، أداء السيارة بالشوارع العامة بحلبة صغيرة مع تصارح من 0 إلى 100 وبريكات من 100 إلى 0، مع أنواعها وأسعارها وأسعار قطع الغيار وتكلفة الصيانة واستهلاك البنزين، وقارنتها بالمنافسين من الشركات الثانية. الحلقة هذه راح أخصصها للتكنولوجي اللي موجودة بالسيارة هذه. لا تنسون اشتراك لايك وشير ومشاهدة ممتعة. بعض أنظمة مساعدة السائق اللي من ضمنها الرادار واللي خروج على المسار واللي رجعك على المسار واللي حاول إنه يمنع الاصطدام من السيارات الأمامية. فتفعل السيستمز هذه عن طريق زر باليسار، ونفس الشيء زر عندك بالسكان، وتفعل مثبت السرعة. ونقدر الآن إن نثبت السرعة، خلنا نقول أبى ثبتها على 80. الآن بفك يدي من الدركسون والسكان ونشوف هل راح ترجعنا المسار أو لا. ما شافت المسار. الآن اليوكر اللي قدامي وخر، السيارة دست بنزين. شوف إذا راح ترجعنا للمسار أو لا. حاولت إلى حد ما أنها ترجع السيارة للمسار، وفعلا رجعت المسار. بس النظام اللي شفته بالكيو 50 حسيت أنه يعني أقوى من السيارة الموجود بالسيارة هذه. تحس السيارة تتعب شوي عشان ترجعك للمسار، فهي تعطيك زي التنبيه، وتقدر تتحكم في المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي قدامك عن طريق الزر هذا اللي في الدركسون. الآن المفروض السيارة تقرب أكثر وأكثر. الآن إذا لاحظت إن في سيارة بتجي قدامي، زي الآن مرسيدس هذه جت قدامي، فهل راح توقف للأخير أو لا؟ فعلا السيارة وقفت من نفسها. الآن طفى السيستم، تباك أنت اللي تسوق السيارة. فك يدي تقريبا من السيارة بالكامل. مع عشان ما في تخطيط فممكن السيارة تطلع من المسار بكل سهولة. عندك تسوق السيارة هذه بالسيستمز هذه داخل المدينة بتكون شوي صعبة، بس يمكن على الطرق السريعة إن شاء الله نجربها وراح تكون أسهل بكثير من داخل المدينة. فلا تعتمد على السيستمز هذه بشكل كبير، يعني خصوصا الرادار والأمور هذه داخل المدينة. طبعا السيستم الرادار الامامي حتى لو انك مطفي مثبت السرعه مثلا راح يشتغل معك. الان هي ملاحظه ان في قدامي سياره، لو باخر عنها راح تشوفون انها اختفت، بينما لو ارجع الان راح تشوف السياره مره ثانيه. ولو اقرب منه راح ترفع البنزين شوي، ولو قربت زياده راح تمسك فرامل تعطيك تحذير لا تصدم في السيارة اللي قدامك. فالسيستم ما هو بس شغال مع مثبت السرعة. الآن نجرب على الهاي واي، راح أثبت السرعة على سرعة 120. وأفك يدي من السيارة وأشوف، أحاول أرفع رجلي بس أكون طبعا منتبه، نشوف السيارة هل راح ترجع للمسار. ما قدرت ترجع للمسار. طبعا بعض الناس يقول والله السيارة صراحة السيستم هذا انه يضايقني لما اجي ابي اطلع اغير المسار، احس السيارة تمسك بريك وتسوي زحمة. تقدر انك تطفي الشغلة هذه والسيستم فعال عن طريق الاشارة. يعني اذا بلف بطلع من المسار يمين، ادق اشارة يمين، السيستم راح يوقف شوي يسوي بوز لما اني مثلا اروح مسار الثاني. ونفس الشيء بالجهة اليسار. فعشان تغير المسار بالسيارات الجديدة هذه لازم انك تدق اشارة علشان يعرف السيستم انك انت فعلا ناوي انك تطلع من المسار. الان شافت اني قربت من اللومينا اللي قدام، بدأت تمسك بريك، ابي اقرب منها زيادة عن طريق
الدقم اللي بالسكان او الزر اللي بالدركسون راح تبدا تقرب زياده زياده شوي. لو يهدي زياده راح تهدي السياره، لو يمسك بريك السياره راح تمسك بريك طبعا، الى زي ما جربنا في داخل المدينه راح تمسك بريك الى ما السياره توقف. الان ابي اطوف لازم ادق اشاره يسار عشان السيستم يعرف اني انا بيطلع من المسار. الان بدات السياره من نفسها تدوس بنزين، بحاول اشيل يدي مره ثانيه نشوف هل السياره راح تقدر تشوف المسار مضبوط. للاسف حاولت باللي تقدر عليه بس للاسف ما قدرت ترجع للمسار. الان رجعت الجهه اليمين في شيء ما هي راضيه ترجع، ما ادري ليش. اليسار شغالة بس الجهة اليمين ما هي مضبوطة، فيمكن السيستم هذا يمكن يحتاج له كالبريشن او اعادة برمجة او شيء، لان انا صراحة جربتها بالكيو 50 ما شاء الله تبارك الله، يعني شغال وسريع ويرجعك فعلا على المسار زي ما احنا شايفين. السيارة مثبت السرعة 120، الار بي ام يعني تقريبا 2000 ار بي ام. نجرب مع بعض إضاءة الأدابتف LED اللي موجودة بالإنفينيتي QX80. دف العصا حقت الإضاءة قدام راح يبين عندك بالعدادات أوتو بالعلامة الخضراء، فالمفروض السيارة تشوف إذا في سيارات قدامك أو شيء طفي العالي، إذا في ما في أحد زي الآن يشتغل عالي زي ما احنا شايفين. وطبعا تتحرك يمين ويسار عكس مثلا اللي شفناها في اللكسس LX570. نشوف الان على اللفة هل راح تنور او تتحرك يمين ويسار، وفعلا هذه هي تتحرك يمين ويسار، ولاحظت ان في سيارة قدام وفعلا طفت النور العالي. طبعا لاحظت ان بالمدينة نادرا ما يشتغل العالي اذا حطيتها على الادابتف، عكس بعض السيارات اللي اول ما تلاقي فرصة انه يشتغل عالي راح تشغل العالي حتى لو كان في اضاءة خفيفة شوي، بينما هذه اللي بالانفينيتي لا، دام في انوار في الشارع ما راح يشتغل العالي. الان كل النور اللي شغال الواطي. أنا شو بعد ما تعدي السيارة هذه فتقريبا شوي بطيء، الآن اشتغل المدى ممتاز، يعني ما هو الواو السوبر خطير مثلا، ولا انه يعني مدى بعيد جدا، بس أنا أشوف أنه جدا ممتاز. شوف الآن حركة حلوة، طفت النور علشان اللوحة ظاهر لاحظت أنها راح تعكس النور، هذا يكون مزعج بالطرق السريعة. الآن اشتغلت مرة ثانية، هذه حركة حلوة، يعني قليل السيارات خلنا نقول اليابانية اللي تسوي الحركة هذه. شوف الآن في إضاءة قدام أو في لوحات، هل راح تطفع اللوحات هذه أو لا؟ ما طفت، لا زال النور العالي شغال. نشوف الآن على اللفة لاحظت الأنوار حقت الشارع فطفت النور العالي. الإضاءة اللي قدام هذه الأدابتف LED أنا أشوف أنها عادية، يعني ما في شيء مميز بالنسبة للسيستم اللي موجود بالإنفينيتي.